مثل ما شفنا مشاهدينا هذه اللقطات الجميلة للأعمال أو بعض الأعمال التي راح تعرض في إن شاء الله في شهر رمضان القادم وتحديدا وحصريا حق تلفزيون دولة الكويت. طبعا المسلسل هذا مسلسل رمانة لولوا، وإن شاء الله مثل ما شفنا قاعد نشوف فيه نجوم حلوين ويحبونهم كل أهل الكويت وأيضا أهل الخليج والوطن العربي. عندنا اليوم ضيف جميل وهو الكاتب أو مشارك في كتابة هذا العمل، العمل رمانة، الكاتب والمهندس محمد العنزي. حياك الله. حياك الله. نورنا. تسلم. حياك الله معانا في ليالي الكويت، متعطشين جدا للأعمال التلفزيونية في رمضان، كلمنا عن رمانة. أول شيء رمانة هو عمل كوميدي اجتماعي بطولة الفنانة القديرة حياة الفهد. قمنا بكتابته أنا وصديق بدر الجزاف، 30 حلقة. العمل ينتقد بعض الظواهر الاجتماعية، فكرته عن عائلة فقيرة يصيبها الغنى المفاجئ فجأة، وصلهم أحداث كوميدية بمحاولتهم لاستثمار المبلغ بطرق يعني قليلة الثقافة كونهم عائلة بسيطة. نعم. فتخلق مواقف كوميدية لهذه. حلو. ما شدك الاسم رمانة؟ رمانة شدك ولا لا؟ والله قاعد أفكر شنو يعني رمانة. اسم رمانة اخترناه، يمكن اسم قديم هو شوي ويجذب. هي هو اسم شخصية حياة فهد. نعم. الفنان حياة فهد في المسلسل. رمانة في بعض الثقافات تعبر عن الثراء. فحبينا نسوي شيء يعني لا يعني لا معنى الاسم. للوهلة الأولى أنا رحت على الفاكهة قاعد أقول ليش رمانة، ليش من برتقالة مثلاً. الحين الكاتب يعني ما شاء الله عليك محمد العنزي، ما بين الهندسة دراسة الهندسة أنتجت نصوص أدبية جميلة، يعني سراب ونبض وأيضا فوبيا وأيضا اقرأ وأنت تعرف تغرق. تغرق. جميل. اقرأ. اقرأ وأنت تغرق. مدعمة بالصور. حلو، كلام جميل. مدعمة بالصور. واضح أن من هذا العنوان هي معلومات. نبي الكتابات الأولى اللي هو فوبيا وغيرها. كتاباتي الأولى يمكن بلشت أنا سنة 2012 في مجال أدب الرعب والخيال العلمي. حلو. إصداري الأول كان فوبيا، عبارة عن مجموعة قصصية متنوعة في هذا الأدب. فوبيا تم ترجمته من قبل دار نشر بريطانية ويوزع حاليا في بريطانيا وأمريكا، وموجود يعني أونلاين على أمازون اللي يقدر يطلبه باللغة الإنجليزية. السنة اللي بعدها كان عندي إصدار اسمه سراب، نفس الطريقة، ونبض. مجاميع قصصية. مجاميع قصصية كلها. يعني كاتبنا محمد العنزي اللي سمعناه منك ان برمضان راح تكون من خلال رمانة دراما اجتماعية. نعم. وقبل كم سنة اختصيت بالفوبيا، يعني الصورة اللي قاعدة اشوفها مرعبة شوية، الشاب الفوبيا والرعب نقدر نقول. يمكن انا اللي شفتها بعد بفوبيا الرعب والرومانسية، الرعب والحب. صح. انتقلت مرة واحدة لدراما اجتماعية، شنو هالتوليفة؟ أنا أساساً يعني يمكن قبل لا أدخل مجال الكتابة الأدبية كنت من أيام الجامعة أكتب في بعض الجرائد الطلابية وكذي، كان تخصصي الأدب الساخر والمقالات الساخرة، فيمكن أول شيء بلشت أنا بالساخر بعدين اتجهت لروايات الرعب. نعم. أشوف نفسي بالاثنين. هذا له مميزاته وهذا له يعني وهذا له متعته وهذا له متعته بالكتابه. حلو. قبل شهر الخير وشهر رمضان وقبل حتى ما يطلع المسلسل على المشاهدين، نبي شنو المحاكاه المعنيه في قصه مسلسل رمانة؟ شو اللي بتوصله يعني؟ ما ودي احرق لو شيء بسيط الفكره يعني. الفكره العامه أنا عارف حساسية إن ما معلومات ما تطلع واتفاقات موجودة. لأن الأمور مرتبطة يعني بوايد أشياء. بس بليالي الكويت إحنا غير يستاهلون مشاهدينا. العمل راح يكون في يعني حلقات راح تكون تتكلم عن وايد مواضيع راح تشوفون. حلو. في فكرة عامة هذه ما ودي أحرقها، بس المواضيع اللي داخل المسلسل فيها متنوعة، تنتقد الظواهر الاجتماعية، فيها يعني كوميديا، فيها بعضها بعض المقاطع تكون تراجيديا. عمل يعني خفيف.
دائماً للدراما الخليجية برمضان وخصيصاً في موسم رمضان يمكن تكون بعيدة عن الواقع أو مثل ما نقول رتيبة أو قصص مكررة. إيش رأيك بالدراما الخليجية؟ هل تمثل الواقع؟ أنا أشوفها وايد تمثل الواقع. واقعنا تراجيدي يعني. وأتمنى أن نوصل مرحلة أن نسوي أمور ما تمثل واقعنا. الأعمال اللي قاعد نشوفها إذا ما تمثل واقعي أنا قاعد تمثل واقعك أنت وواقع أحد غيرنا، يعني لا ننكر هذا الشيء. الأمور اللي قاعد نشوفها والمشاكل الاجتماعية اللي قاعد نشوفها في المسلسلات لابد أنها تمثل واقع أحد من المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. يعني محمد كل الأعمال اللي موجودة في شهر رمضان أو الأعمال اللي قاعد نشوفها على شاشات خليجية تمثل أو تعكس واقع ما نجمع الكل، بس المعظم إذا نشوف معظم المسلسلات اللي نشوفها تمثل الواقع. أنا ودي نوصل مرحلة إن نكتب بطريقة نطلع فيها عن الواقع، خلنا نطلع ناحية الخيال. يمكن مصر شوي بلشوا يطلعون من هذا الإطار، برخوا من زمان طالعين من هذا الإطار. احنا للحين إطار الزواج والطلاق والبيت والورثة بس يعني هم الدراما الخليجية واصلة لشتى وطن العربي يعني بصراحة. طبعا هذا انا وياك، بس اتمنى ان نطلع يعني هالامور هذا تخلي الكاتب، اتوقع جميع الكتاب لهم افكار ودهم يطلعون فيها يعني برا الصندوق اللي احنا فيه، لكن يعني يمكن الجمهور للحين ما يتقبل هذا النوع. يمكن الشيء الجديد من كتاباتك هي دمج الرومانسيه بالرعب، قصص حب مرعبه من خلال نبض، هل ممكن تترجم الى عمل تلفزيوني؟ قصص الموجودة عندي يمكن أكثرها أعمال ممكن تكون أعمال سينمائية وليست أعمال يعني دراما تلفزيونية. كأعمال سينمائية أي طبعا تصير، بعضها تكون قصيرة وبعضها ممكن تكون طويلة. حلو. أكيد نشكرك الكاتب الجميل محمد العنزي، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل أبطال هذا المسلسل ولكم أيضا كمؤسسين أو كتاب هذا العمل رمانة، وإن شاء الله على شغف بانتظار إطلالته على شاشة تلفزيون دولة الكويت. مشكورين. شكر لك على وجودك اليوم معنا وسعيدين تواجدك وبالتوفيق في رمانة بانتظار إبداعك وإبداع حياة الفهد أستاذتنا الكبيرة. إن شاء الله. لولو عبد الله يحيى طراح هو دائم يسوي لنا شوي أكشن. مشكلة ساخنة مو مشكلة دائما يحطها كأنه محقق ويدش بزاوية، مع أن أنا أرد وأقول هذا الإنسان إنسان جدا لبق وجدا خلوق بلا شك ما نختلف، لا بس لكن أسئلته ساخنة يختلف لما يصير في فقرة مع عبد الله يختلف. تدري عاد محمد قلت له أنا لو أنا من ضيوفك ما أخليك تقابلني أخاف. مرة هددني قال لازم تطلع وياي، قلت له ما أقدر. المشكلة لا ما نطلع مع عبد الله، راح يكون ضيف ويا يعني ضيف غالي علينا وهو زميل نعتز فيه صالح الراشد. الله يعينك ويا عبد الله يحيى، خلينا نشوف ننتقل.